بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الطلاب في هذا الدرس من دروس اللغة العربية للصف الحادي عشر، وعنوانه سوق عكاظ الجزء الأول. أهدافنا لهذا الدرس أن يستخلص الطالب الأفكار الرئيسة للنص، أن يوضح معاني المفردات الجديدة بالنص، والبداية مع كاتب هذا النص. الكاتب أحمد أمين، ولد عام 1886 وتوفي عام 1954. لا شك أنه أحد أعلام الفكر العربي والإسلامي في النصف الأول من القرن العشرين، وواحد من أبرز الدعاة إلى التجديد الحضاري. له مجالات إبداع متنوعة، فقد كتب في العديد من مجالات المعرفة كالفلسفة والأدب والنقد والتاريخ والتربية. أما أبرز أعماله فموسوعته الحضارية فجر الإسلام، ضحى الإسلام، ظهر الإسلام، وقد أرخ فيها للحركة العقلية للحضارة الإسلامية. الآن أعزائي، جاء دور القراءة الصامتة لاستخلاص الأفكار الرئيسة والوقوف على الكلمات الجديدة، فأوقفوا المقطع يا رعاكم الله لقراءة هذا النص. هل فرغتم أعزائي؟ لابد أنكم قد أدركتم أن المقدمة قد تحدثت عن مكان هذا السوق، فهو في الجنوب الشرقي من مكة وعلى بعد نحو 10 أميال من الطائف. سمي هذا السوق بهذا الاسم، وقد اختلف اللغويون في هذه التسمية، وبعضهم يرجع سبب التسمية إلى أن العرب كانت تجتمع فيه فيعكث بعضهم بعضا بالمفاخرة، أي يعركه ويقهره. لذلك فالفكرة هنا هي سوق عكاظ، المكان والوصف وسبب التسمية. أما الفقرة الثانية فقد تناول المقال فيها وظائف هذا السوق، حيث كانت متجرا للسلع. تعرض هذه السوق منتجات جزيرة العرب وغير جزيرة العرب. كذلك كانت هناك أنشطة اجتماعية، فقد كان ملتقا للديون كما أنه كان نجدة للمستغيث. لا نعجب أعزائي عندما نرى قصة ابن ساعدة وهو يقف بهذا السوق يدعو دعوته ويخطب فيها خطبته المشهورة على جمل له أورق، فيرغب ويرهب ويحذر وينذر. تستطيعون كتابة الفكرة؟ نعم، إنها وظائف سوق عكاظ وأنشطته. قد تناول الكاتب دور هذه السوق في الفقرة الثالثة، وكيف كان يدعو النبي محمد صلى الله عليه وسلم قومه إلى الإسلام في هذا السوق. دونوا إذن تلك الفكرة واكتبوها بجوار هذه الفقرة، فسوق عكاظ والدعوة إلى الإسلام. الفقرة الرابعة قد ابتدأها الكاتب بقوله كذلك كان لعكاظ أثر كبير لغوي وأدبي، فتناول دور السوق في إثراء الحياة اللغوية والأدبية ووسائل الاتصال، وكيف كانت هذه السوق معرضا للبلاغة ومدرسة للشعر. ثم ذكر بعض مشاهير الشعراء. هل دونتم الفكرة؟ الأثر اللغوي والأدبي لسوق عكاظ. ماذا تناول الكاتب في الفقرة الخامسة؟ تناول الكاتب وأجمل دور هذه السوق بداية من العصر الجاهلي، وتسجيلا للأحداث التي كانت تتصل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ثم أشار إلى دورها في بداية صدر الإسلام عندما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم القبائل في تلك السوق. ثم أشار الكاتب إلى أفول نجم هذه السوق في عصر صدر الإسلام وبني أمية، قد أرجع ذلك إلى الحروب التي حدثت
بين مكة والمدينة، وكذلك إلى الأسواق التي اتجه إليها العرب في حواضر مختلفة في فارس والشام والعراق ومصر، وجدوا فيها عوضا عن ذلك. الأبناء الأعزاء، تستطيعون تدوين هذه الأفكار بجوار الفقرات المختلفة في هذا المقال. والآن لنتوقف عند معاني بعض المفردات. عندما يقول الكاتب يعرض فيها الأدم والحرير والوكاء، فإن معنى الأدم هنا الجلود. أما الوكاء فهو الخيط الذي تشد به السرة أو الكيس. يخطب فيها خطبته المشهورة على جمل له أورق، ما معنى كلمة أورق؟ رمادي اللون. إلى مفردات أخرى، ما المقصود بكلمة مجنة؟ إنها سوق بالقرب من مكة. وروى اليعقوبي، من هو اليعقوبي؟ كاتب ومؤرخ وجغرافي مسلم. قام بسوق عكاظ عليه جبة حمراء، الجبة ثوب واسع يلبس فوق الثياب. فإذا هو بسرحة، السرحة هي الشجرة العظيمة، ينشدهم في مدح المحلق. المحلق هو عبد العزى ابن شداد ابن ربيعة. والآن عزيزي الطالب، هلم بنا إلى تدريبات الكتاب المدرسي في الصفحة 88. بعد القراءة الجيدة، حاولوا أبنائي أن تكتبوا الإجابات على هذه الأسئلة. والآن أعملوا أقلامكم أيها الأبناء. أين تقع هذه السوق؟ تقع في الجنوب الشرقي من مكة على بعد 10 أميال من الطائف. أما أوجه النشاط غير الأدبي فمنها عرض السلع، ومنها تحصيل الديون، ومنها تبرؤ بعض القبائل من صعاليقها، ومنها الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي. نتابع. لها دور في انتشار الإسلام، كيف ذلك؟ كانت منطلق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للقبائل. أما أوجه النشاط الأدبي فكانت معرضا للبلاغة، ومدرسة لإلقاء الشعر والخطب، ومنتدى للنقد الأدبي. ما أسباب أفول نجم هذه السوق؟ ومتى كان ذلك؟ هل تذكرون أيها الأبناء؟ نعم، إنه بظهور أسواق جديدة بمدن متحضرة في فارس والشام والعراق ومصر، وقد كانت هذه النهاية في أواخر عهد بني أمية. كانت سوق عكاظ تقوم بوظائف شتى. ما معنى شتى هنا في هذا السياق؟ نعم أحسنتم، مختلفة. ما المعنى السياقي لكلمة عزيزة في قول الكاتب ويعرض فيها كل سلعة عزيزة وغير عزيزة؟ معناها في السياق نادرة ونفيسة. أما توظيفها بمعنى مختلف، نقول بلادي علي عزيزة أي غالية. وإلى نشاط آخر في لغة النص. في هذا التدريب يقول لك السؤال: هات من الفقرتين الثانية والخامسة المطلوبة في الجدول الآتي. ماذا طلب إلينا؟ طلب إلينا أن نستخرج من الفقرة الثانية مرادف أمهلة، وكذلك مرادف تبرأ. أما في الفقرة الخامسة فقد طلب مضاد
يخفي ويكتم، ومضاد كلمة خالية. وأذكركم أبنائي في حالة الترادف فإننا نبحث عن كلمة تحمل المعنى نفسه، ونستدل على ذلك بأننا إذا وضعنا المرادف محل الكلمة التي يرادفها هذا المرادف نجد المعنى قد أصبح مستقيما وأن السياق لم يختلف. أما المضاد فهو لا يخفى عليكم أن نأتي بعكس هذه الكلمة في المعنى. لا بد إذن من العودة إلى الفقرة الثانية ثم الفقرة الخامسة. أوقفوا المقطع وابحثوا معنا ولا تنسوا الكلمة الأخرى. الآن أعزائي تستطيعون تعزيز الإجابة، ما الكلمة التي تحمل مرادف أمهلة؟ أحسنت، أنظر. أقول لك أنظرت الرجل أي أمهلته وأعطيته مهلة من الوقت. ومن القرآن الكريم فنظرة إلى ميسرة أي إمهال إلى ذلك الرجل المعسر. مرادف تبرأ، الكلمة خلع. تبرأ الرجل من ابنه في سوق عكاظ أي خلعه ورفض نسبه له. أما الكلمة التي تحمل مضاد كلمة يخفي، نعم ارجعوا إلى الفقرة الخامسة وابحثوا عنها. إلى تعزيز الإجابة، مضاد يخفي ويكتم يبث، هي الموجودة لديكم في الفقرة. أما مضاد كلمة خالية، نعم حافلة. نقول هذه السوق حافلة بالبضاعة أي أنها ممتلئة بهذه البضاعة. أشكر لكم أبنائي حسن المتابعة، وإلى أن نلقاكم في الجزء الثاني من هذا الدرس من درس سوق عكاظ، لكم منا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.